عزوني يا ملاح في راية لبنان سكنت تحت الحوت ماري مجدية وقلبي سافر. بين دهاليز الصحراء الجزائرية تنساب قصة حب جزائرية خالصة، حكاية حيزية الجميلة الأنيقة وسعيد الفارس شجاع، تندمج في سمفونية من العواطف الجياشة والتحديات القاسية. حيزية أو جوليات الجزائر، حسب الرواية الشائعة فإن حيزية أبو عكاز بنت أحمد بن الباي شابة جزائرية من عرش ذواودة، ولدت عام 1855. عاشت حياة بدوية في الخيام متنقلة مع قبيلتها بين قرية سيدي خالد بمدينة بسكرة بوابة الصحراء الجزائرية ومنطقة بازار سكرة في العلم شرقي الجزائر. أما سعيد فقد نشأ في حضن قبيلة سيدي خالد العريقة، ترعرع يتيما في كنف عمه والد حيزية بعد وفاة والديه. كان يحترف فنون الفروسية ويصطاد الأنفس بجرأته، ولكن كان هناك شيئا في حيزية جعل قلبه يرقص من الفرح وعيناه تتحدث لغة العشق بلا كلمات. في رحاب الخيام رقصت حيزية بأنوثتها وسحرها، ضفائرها المتراقصة تطوق وجهها البهي وكحل عينيها يتلألأ كالنجوم في السماء، وكانت رموز الحنة المزخرفة تزين أطراف يديها وأرجلها. قلقت ممشو الطاح بروايح كفاح حاجب فوق المحا من خاطب ريا عينها كر. عاشت حيزية أسيرة خيمتها لا تغادرها إلا لحاجة كأن تذهب لتملأ الماء. كانت هذه اللحظات هي الفرصة الوحيدة لسعيد لرؤية حبيبته حتى وإن كانت من بعيد، وفي كل مرة يلمحها توهج أنوار الأمل في عينيه ويجري خلفها بعيون مشتاقة وقلب ملآن حب. مع مرور الأيام أحب ابناء العم بعضهما بعضا أكثر فأكثر، وقرر الزواج في تحد للوالد الذي أراد تزويجها لأحد كبار القبيلة، لكن حيزية تمسكت بحبها مما دفع بالأب إلى طرد سعيد خوفا على سمعة ابنته بعد انتشار خبر عشقهما بين الناس. لكن الفتاة الجريئة حيزية لم تنحني لقسوة الزمان وتقاليد القبيلة، رفضت الزواج القصري وقررت أن تعيش حياتها مع سعيد حبيبها الوحيد. وبعدما ذاق الحبيبين الأمرين استسلم الجميع أخيرا لأمر الحب وأقروا زواجهما. طار قلب العاشق فرحا بعد فوزه بحبيبته، لكن الفرح لم يدم طويلا. حلت الكارثة المؤلمة بحيزية، أصابها مرض خطير أصف بجسدها الهش وروحها الجميلة، ورحلت حيزية عن عالمنا في سن صغير لم يتجاوز 23، وبعد زواج لم يتعدى 40 يوما فحسب. ماذا تدني أطراب من الزينين؟ أدرك الجنون سعيد وهو ما زال في ريعان شبابه
فهام على وجهه بين الوديان والكثبان، معيدا قصص حب مأساوية غابرة. ما نصبرش عليك يا كملة الزين، وما يجينيش النوم عيوني سهارة. لكن الشاعر الكبير محمد بن قيطون أنقذ قصتهما الحزينة من طي النسيان. فقد لجأ سعيد إلى الشاعر الشعبي محمد بن قيطون كي ينثر ألمه في قصيدة تخفف عنه عبء الألم والحزن. فكتب الشاعر قصيدة حملت اسمها ساردا فيها مأساتهما. وفي ذلي لو فات عدت في الممات، كحل الرمكات ودار دار الدنيا. ومنذ ذلك الحين لم يغب اسم حيزية وسعيد عن أذهان الناس. حملت قصيدة محمد بن قيطون مقطوعة موسيقية تحكي مأساتهما وتروي حكايتهما المؤثرة. انتشرت القصة في ربوع الجزائر بأغنية حزينة تجمع بين الماضي والحاضر، تنادي بألم الفراق وشجن الحب الذي يدوم إلى الأبد. وحتى بعد مرور الزمن تبقى حكاية حيزية وسعيد تتجدد في قلوب الجزائريين، وتستمر في رواية قصة الحب الجميل بين اثنين من أبناء البادية. وإلى الأبد ستحمل أصداء الشعر الجميل تلك الرواية، لتبقى حيزية وسعيد خالدين في أرواحنا وأفئدتنا. Yeah.